السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نعمل في التوتوريال تبعنا هذا مشهد زي اللي أمامنا. هو عبارة عن بوكس بسقط على الأرض بزاوية، بعدين بستقر على الأرض، بنفتح وبطلع منه فراشة، الفراشة بتطير وبنتهي المشهد تبعنا بهيك شكل. فأنا عايز أتعلم مجموعة من الشغلات. أول شغلة إن أنا كيف أعمل بوكس بالأفتر إفكت بهيك شكل. الشغلة التانية كيف بدي أتمكن من إن أنا أفتحه. والشغلة التالتة أنا راح أحط أرضيات وخلفية وأطير الفراشة تبعتي. عشان أبلش راح أبلش فايل نيو بروجكت، أجيب الصور اللي عندي، فايل إمبورت فايل، أختار library البيكتشر اللي عندي واختار مجموعة من الصور. خلينا نعمل هنا فايل امبورت مالتيبل فايل، وراح اختار نفس الشيء library بيكتشر. انا عايز صوت البوكس اللي عندي، ايش في عندي كمان، عايز الخلفية والارضية، عايز صوت الفراشة، تي اللي مش عايز اشي غير هيك. اوكي اوبن امبورت، يبدو انه المالتيبل فايل ما اشتغلش، نعاود نعيد من الفايل. نختار الفراشة، الفراشة لانها عبارة عن ملف للفوتوشوب، فاحنا راح نختار انه هي عبارة عن كومبوزيشن. امبورت فايل، راح اختار البوكس اللي عندي، بعدين راح اختار الخلفية، والارضية. اوكي اللي بعنيني بالبداية هو البوكس اللي عندي، اعمل نيو كومبوزيشن. انا عايز يكون عبارة عن بال، والابعاد اللي عندي مدة العرض تبعي عبارة عن 10 ثواني فقط، وهي اوكي. راح اجيب البوكس تبعي واحطه بالشكل الامامي هذا. اوكي انا في الغالب بفضل استخدام الاربع مشاهد اللي عندي، اقدر اشوف الجسم تبعي وين موجود في الفراغ. طيب راح اجي انا اخلي هذا الجسم عبارة عن 3D، وفي البداية راح اغير الانكور بوينت اللي هو مركز الثقل تبع الجسم تبعي. انا عايزه يكون لورا شوية، راح احركه باتجاه الواي. كنترول زد، انا راح اضرب الكم في 2، بدل ما هو 148 راح اخليه 296. تالي راح يجي القيمة راح تيجي المجسم عندي او الشكل ومركز الثقل على حفة الصورة اللي عندي. راح اعمل منها دوبليكيشن، كنترول دي. انا عايز اعمل الجسم نسخة منه، عايز ارجعها لورا عشان ابدا في عمل المكعب. لو علمت على الجسمين حطيته في نص المشهد تبعي مش سيء. الصورة هذه راح اسميها فرونت، تعبر عن المعنى اللي عندي، واللي ورا راح اسميها الباك. راح اعمل نسخة جديدة، كنترول دي. اوكي راح اعمل كنترول دي واجيب النسخة الجديدة، اعملها دوران بالشكل اللي عندي حوالين محور الواي. هرجع الواي اعمله دوران 90 درجة زي ما احنا شايفين، واحاول احط الجسم تبعي في المكان المناسب لي. تالي هيك شكل تقريبا مناسب. اوكي راح اعلم عليه
اعمل اعيد تسميته، اسميه رايت، وراح اعمل منه نسخه كنترول دي واسميها الليفت. ليفت اوكي، راح اجي اجيب الجسم على الاتجاه الثاني تقريبا بهيك شكل، اوكي اسمه ليفت. راح اجي اخذ الباك اللي عندي، اعمل له نسخه جديده واعمل له دوران على محور الاكس، اوكي بزاوية 90 درجة. وانا راح امسكه واسميه البوتون، اوكي اعود اضغط عليه كمان مرة اسميها بوتون. اوكي راح اعمل منها نسخة تانية كنترول دي وتبقى توب، ما انساش ارفعها للتوب. هيك مناسب. لو انا حبيت اشوف المشهد تبعي متكامل بعلم على، بعمل طبقة جديدة من نوع كاميرا، اوكي وراح اختار اداة التحكم في الكاميرا وراح اشوف المشهد تبعي من جميع الاتجاهات، اوكي راح اجي اعلم على كل طبقة واتأكد انه مركزها صحيح. هيك برضو جيد، هذا جيد، من هان جيد، البوتون بوتون انا عايز يبقى مركزها من امام، بالتالي بينفع اعمل دوران الجسم تبعي، والتوب مركزها من خلف فيش مشكلة. انا عندي عايز بس اضبط البوتون اللي عندي، يا اما بغير مركزها يا اما انا بروح بعمل دوران الجسم تبعي، هاي ار اعمل له دوران حوالين المحور الواي بزاوية 180 درجة، حوالين محور الزد بزاوية 180 درجة، وعاود ارجعها مكانها. اعود القي نظر على العمل تبعي، انا عندي راح تكون في عندي مشكلة في التوب والباك، فاتأكد ان الامور عندي جيدة. في عندي في التوب المركز صحيح، وفي الباك مركز الثقل صحيح. انا راح اربط كل الاجسام تبعتي في القاعدة اللي هي الوتم، نزلها تحت شوية، نربط كل الاجسام فيها، وبالتالي راح اعلم على كل الاجسام اللي عندي وراح اربطها في البوتوم، وبالتالي انا لقيت لو حركت البوتوم كله راح يتحرك. لكن في شغلة واحدة، راح اجي عندي اربط التوب مع الباك، انا عايز التوب تبقى مرتبطة مع الباك، راح اجي على التوب واربطها مع الباك. ليش عملت الحركة هذه؟ عشان لو انا حبيت اعمل دوران يعمل دوران عندي اتجاه صحيح، ولو حبيت اعمل دوران للباك برضو الاقي انه فيش عندي اي مشاكل، تنين بيفتحوا مع بعضهم. عشان تنين، عشان اخلي التوب مرتبطة بالباك، رحت انا من خلال الكونكشن اللي عندي هان وربطهم مع بعضهم، وما فيش عندي مشكلة لانه التوب مرتبطة مع الباك والباك ايضا مرتبطة مع البوتون، وبالتالي كأنه صارت التوب عندي مرتبطة مع البوتون لما انا اجي احرك الجسم كله. اوكي راح اجي انا بالنسبة الي هيك صار المكعب جاهز، فيش في عندي اي مشاكل. عايز اعمل ريسيت للكاميرا، ينفع
ينفع بكل بساطة ألغيها وأعمل كاميرا جديدة. يبدو أن أنا محرك الجسم تبعي. أوكي، بينفع أنا أعمل تراجع أريح لي. أوكي، الجسم هيك انضبط، واضح من جميع المشاهد. الكاميرا بدها شوية ضبط. هيك احنا ضبطنا المشهد تبعي في الكاميرا. اوكي، راح اعمل اسقاط للجسم. في البداية راح احتاج احط الخلفية الارضية، اسف، والخلفية هي الارضية تبعتي، احولها ل 3D. اجي اعملها دوران حرف الار حوالين الاكس بزاوية 90 درجة، وانزلها لتحت هيك شكل. بينفع اعملها سكيل، واجيب الخلفية ونفس الاشي احولها 3D وارجعها لورا. عايز اعلم عليها كمان مرة واتأكد ان انا معلم عليها، وارجعها لورا. اضبط الصور اللي عندي صح، اعملها سكيل. انا عايزها تبقى كبيرة عشان لو انا حبيت احرك الكاميرا او الصور، انا مغطهم شوية عشان لو انا حبيت احرك الكاميرا تبقى الامور اريح الي وما تبينش الفراغات اللي ورا الخلفية. يعني اتأكد لو انا حبيت احرك الكاميرا في عندي مساحة، انا مش عايز السواد ده يبين، وبالتالي راح احركها بهيك شكل في معي مساحة واريحية في التحريك. بنفع لو حبيت عايز الخلفية تكون بهيك شكل. اوكي، رح اجي اعمل اسقاط للبوكس تبعي. انا بتعامل مع البوتون في عملية الاسقاط تبع البوكس تبعي. في البداية راح يكون عندي البوكس لفوق، خلي المشهد تبعنا وان فيو، نختار الدوران والبوزيشن، نختار الاورينتيشن والبوزيشن. هنضيفت نقطتين في البداية، انا راح عايز الجسم تبعي، او خلينا نقول في النهاية انا عايز الجسم تبعي يبقى بهيك شكل. في البداية انا عايز الجسم تبعي يكون فوق، راح ارفعه، اسف، كنترول زد، اعلم على البوتون، راح ارفع الجسم تبعي. شوي الجهاز تقيل، ارفع بزيادة. وراح اعمل له دوران بشكل ينفع احركه شوية مش غلط. راح اعمل له دوران، اروح على الاورينتيشن على محور الاكس، هيك شكل. وفي المنطقة هذه انا عايز يكون في عندي دوران. اذا هاي الجسم تبعي قاعد بسقط، وبسقط عندي بزاوية. بعد شوية الزاوية راح تنعدل وارجع القيمة زي ما كانت 90 بالشكل هو عليه. بين في عندي كأنه الجسم سقط بزاوية، ضرب في الأرض وعدل. أوكي، أول ما يعدل الجسم تبعي راح أفتح إن اللايرات اللي عندي اللي هي كالآتي.
انا عايز اشوف الاربع فيو تبعوني، راح اختار كل واحدة بالدور. الباك راح اعملها روتيشن، نشوف الاورينتيشن، نحط كي فريم هنا، وبعد فترة صغيرة اعملها دوران حوالين الاكس. احنا بنفع نلف الكاميرا نشوف المشهد بطريقة افضل، او خلينا ماشي الامور مالها بهيك درجة 180. نفس الكلام، بما ان انا عملت الباك راح اعمل التوب لانها مرتبطة فيها مباشرة، راح اعمل روتيشن واضيف الاورينتيشن كي، وعلى القيمة هذه راح افتحها كمان مرة بهيك شكل. اوكي، راح امسك الطبقات التانيات اللي هي الفرونت اورينتيشن، اسف كنترول زد، انا عايز الكي فريم تبلش من هان، وراح افتحها اخليها صفر تقريبا، صفر او واحد مش سيء يعني. اسف نعيد الشغل، انا في البداية عايز احفظ الموقع تبعي، وبعدين اروح على الموقع التاني واخليها صفر او واحد. فتح الجسم تبعي هيك، بصير في عندي حركة، نلاحظ الجسم سقط وبلش يتفتح. واضح ان انا اخطأت، هذه مفتوحة، يبدو ان انا نسيت احط لها كي فريم بالنسبة للتوب. خليني اكمل شغل بعدين بعاود اعالجها. نشوف الرايت هاف الار، ونحط هنا اورينتيشن كي فريم، نحفظ الموقع، وهنا راح اعملها دوران حوالين محور الاكس، اسف محور الاكس ما زبطش، نشوف محور الاكس ما زبطش، راح اجي اعملها بالدوران بآلة الدوران من هنا، ومش راح اواجه مشاكل ان شاء الله. بهيك شكل. اوكي، راح اجي على اخر طبقة عندي، اللي هي الليفت، عوز حرف الار، اورينتيشن، وهان عوز الاورينتيشن، احفظ القيمة تبعتي، واعود ارجع اعمل هالحركة تبعتي، وراح اعمل دوران حوالين الاكس. نفس الشيء واجهت مشاكل، راح اجي على اعداد الدوران على الاكس، وراح افتحها. هيك كان الجسم تبعي بسقط وبتفتح، لولا ان انا عامل مشكلة عندي في التوب. اجي على التوب اللي عندي، سكر تقريبا كل النوافذ، ونشوف مشكلتنا مع التوب. مع التوب واضح ان انا مش حامل كي فريم، بنفع احط لقيتها كي فريم او اسكرها كي فريم جديدة. تسعين درجة. اوكي، هيك صار الجسم عندي بسقط، هيو بضرب في الارضية، واضح انه بضربش في الارضية كتير، بينفع نمسك الارضية نرفعها لفوق شوية عشان يبقى المشهد ادق. هيك ببين انه هو بضرب في الارضية وبسقط وتتفتح الصناديق. يا ريت احنا لو حطينا فيها او حركنا الكاميرا. خلينا نسكر وخلصنا شغل الطبقات تبعتنا، بنفع انا اخفي جميع الطبقات اللي عندي باستثناء طبقة البوتون انا عايزها، او بنفع اعوزها في استخدام في شغلي، واستخدم خاصية الشاي. باين فيش عندي الا الكاميرا والبوتون اللي هو بيمثل البوكس كله، في عندي خاصية الشاي، بقدر اظهر كل الطبقات اللي عندي وبقدر اخفيهم. انا عايز اشوف الكاميرا اللي عندي، خلينا نقول
الاوريانتيشن البوزيشن وبوينت اوف انترست، وانا الان العب بالكاميرا لحالي وهو يغير القيم اوتوماتيكيا. اغير في القيم، نفترض هذا الموقع الاول، انا لما بلش اسقط اصبح الشكل نشأ، احنا نبين الخلفية السوداء تبعتنا هيك، واضح في عندي حركة كاميرا. هاي فتح البوكس اللي عندي، لما نفتح البوكس انا عايز اعمل اطلع فراشة بتطلع منه، عشان اعمل الشغلة هذه راح اضطر اعمل نيو كومبوزيشن، بحط فيه الفراشة اللي عندي، او هي الفراشة اوريدي عندي في نيو كومبوزيشن، ثلاث طبقات. الان فيش عندي حتى الان برضو اي مشكلة، هذه نشوف طبقة، هذه جناح الايمن جناح الايسر وسط الفراشة. اوكي انا راح اجي اعمل تحريك لاجنحة الفراشة، اجي اعملهم دوران، اجي على طبقتين هدول عصهر في الار عشان تيجي خاصية الروتيشن. انا مش عايز اعملهم 3D، خليني اعملهم 3D. طبعا لازم اعمل لجسم الفراشة عشان يتكامل الجسم معي، راح اعمل دوران حوالين محور الواي، اقص في الاورينتيشن حوالين. ايش المشكلة عندي؟ كل بيعمل دوران كنترول زد، انا بس بعلم على الجسم اللي انا عايزه. اعمل اورينتيشن كمان مرة، هاي كي فريم اورينتيشن، هاي كي فريم، واجي بعد فترة عايز اعمل دوران حوالين محور الواي بهيك شكل. اوكي الفراشة بتحرك الجناح الاول، راح اقف على النقطة هذه وراح اجي نفس المكان اغير على الاورينتيشن تبعها. تقريبا هيك شكل، نشوف السرعة عندنا منضبطة ولا مش منضبطة، هي اللي بطيئة السرعة شوية. بنفع اعلم على تو كي فريمز اللي عندي، اسف كنترول زد، واقربهم لبعض شوية. راح اكرر العملية عندي، راح اعمل شيفت واعلم على التنين كنترول سي، واجي على بعد فترة معينة اعمل كنترول في، ناسي خلاص اسف كنترول زد، راح اعلم على الحركة دي لحالها، راح اعمل كنترول سي كنترول في، اعمل دوبليكيشن بعد فترة اعلم على الاربعة اللي عندي الكي فريم، كنترول سي كنترول في، على الثمانية كنترول سي، تقريبا هيك هيك كنترول في، بتهيألي بكفي. طبعا بتحرك الفراشة جناح لحاله، نيجي نرضيها ونحرك للجناح الثاني، هاي كنترول سي ونعمل كنترول في، هنا علم على تنتين كنترول سي، هاي كنترول في، علم على كل الكيف اللي عندي ونعمل نسخ، ونيجي عند هذه المنطقة ونعمل لصق. تهيأ للفراشة لو عصينا على زر رقم صفر راح نلاحظ ان الفراشة بتتحرك، مش عندي اي مشاكل. بينفع انا احتياطا، انا مش عايز في الحالة هذه، بس بينفع اربط جناحين الفراشة التنين بالجسم تبعها، عشان لو انا حبيت احرك في المستقبل احرك الجسم تبع الفراشة تلقائيا الجناحين يتحركوا لعندي. انا لو حبيت اضبط المشهد اللي عندي راح اضطر اضيف كاميرا نيو
كاميرا، وهذا السبب انا حطيت الجسم اللي عندي او جعلت الفراشة ثلاثية الابعاد، او احد الاسباب اختار كاميرا. وراح اجي استخدم اداة الكاميرا اللي عندي واضبط المشهد. عايزة تيجي بزاوية معينة، شوف ايه بالترفرف. غلبت الكاميرا شوية، راح اجي استخدم احرك الكاميرا مباشرة، اعلم على التارجت تبع الكاميرا، راح اجي ارفعها من هنا. عايز اعلم على الواي وبعدين اظبط التارجت تبعت الكاميرا. ارجع لاستخدام الزوايا واعدل عليه. كل اللي عايزه اعمل شوية دوران للكاميرا اللي عندي. يبدو انها غلبتني شوية، اعود ارجع استخدم الكاميرا من اول وجديد، اعلم على الكاميرا. واحاول اعطيها مش زاوية تانية. يبدو اني مسكت جناحها بالغلط. مش عندي الا نافذة التوب عشان اقدر اتحكم فيها بأريحية. اوكي، راح اجي انا على اريح راسي واجي على الفراشة ذات نفسها، اعمل دوران للفراشة حوالين محور الاكس بهيك شكل. تقريبا هيك بناسبني، واعتمد المشهد الامامي. بس انا عايز اظبط في نص الشاشة تقريبا. اوكي، راح اجي على الفراشة اللي عندي هنا، راح ارجع على الكومبوزيشن اللي انا كنت عليه، راح اخذ كومبوزيشن 2 جوا. هيك انا صار في عندي فراشة موجودة في مكان ما. اوكي، راح امحيها. يبدو انه احنا الشغل اللي عم يستخدمه فتر فلاي في هذه، اجي احطها احولها لطبقة 3D، واجيبها احاول اضغطها في نص البوكس اللي عندي. هي يبدو انها موجودة في البوكس، في عندي اي مشاكل.
شوية سكيل الهاي كنترول زد، راح اعلم عليها حرف الاس سكيل، راح اصغر حجمها شوية صغيرة، ارجع المشهد عندي في البداية عشان اتأكد انه انا عايز الفراشة تكون موجودة عندي فقط من المنطقة هذه قبل ما فيش عندي اي ظهور للفراشة. وهنا في البوكس لما بلش افتح البوكس من هنا بلش افتح البوكس، اول ما بلش افتح البوكس تطلع عندي الفراشة، والفراشة هنا راح اعملها حركة، راح ارجع على البوزيشن واضيف هان حركة، وفي النهاية اعمل حركة تانية اطلعها خارج المشدة اللي عندي. كبر المشهد اللي عندي خليه وان فيو، بنفعل الانحراف على الشكل اللي عندي ونشوف المشهد كيف راح يصير. اوكي المشهد عندي، البوكس سقط، انفتح، طلعت فراشة وطارت. انا بس عايز امد المشهد من عندي من هان واقطعه من المنطقة هذه واجيب المشهد الامامي، بس انقل التول كي فريم اللي عندي احطه بالشكل هذا عشان الفراشة هي طالعة ترفرف. المشكلة عندي تو مرفرش ما تحركتش الجناح الفراشة جناحينها، لان في الفترة الاخيرة ما حركتش جناحين الفراشة هان لو احنا انتبهنا في الباتري فلاي روتيشن، الفترة الأخيرة ما حركت الجناحين، وبالتالي أنا عايز أستغل المنطقة الأولانية. فلما أجيت على الكومبوزيشن استغلت البداية والباقي ما هو بيعنينيش كتير، أنا حاطه زيادة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.